السلام عليكم يا حباب الزيني، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. مرحبا بكم في قناه دوسيه دي شروق اشيرين، كالعاده بكيفيه جديده الا وهي غاناج شوكولا. نوريكم الطريقه ونبداو على بركه الله. دونك غاناج هذا ما يحتاجش بزاف الانغريديون، كما راكم تشوفوا هنايا عندك 200 غرام تاع شوكولا سوداء، عندك هنايا حوالي قولي 100 غرام تاع شونتي تكون بودرة مكتوب فيها هنايا، عندك 200 مليلتر تاع شونتي تاني تكون ليكيد ولا كريم فريش كيما حبيتي سميها ولا كريمة سائلة، وعندك هنايا زوج مغارف كبار تاع زبدة. نبدأ بسم الله. أول حاجة نبدأ بها نحط كاسرونة تاع على نار متوسطة، نديرو هاديك 200 مليلتر تاع كريمة سائلة، نخلوها تسخن شوية، يعني ما نخلوهاش حتى تغلي، المهم تسخن شوية. إذن بعد ما سخنت الكريمة تاعنا هنايا نديروها في ريسيبيانتي، نضيفو عليها هاديك 200 غرام تاع شوكولا، نضيفو هادوك زوج مغارف تاع زبدة كيما قلت لكم، نبداو نخلطوها غير بالعقل حتى تتماسك لنا، ما تخلعكمش هكايا كي تكون ليكيد، خاطرش من بعد راح تتماسك راح تشد روحها. اذا بعد ما خلطنا هذيك الشوكولاتي ندير نغطيها بابي فيلم بهذا الشكل، نحط هذاك بابي فيلم حتى للتحت باش ما تكونش هذيك القشره، من بعد ندخلها للثلاجه تاني نخليها حوالي 4 ساعات، ومن بعد باش نعاود نخدمها نطلعها بالشونتيي هذا ونديرها في طرطه ولا لوكاسيه ونولي معكم ان شاء الله. ديروها تبرد ونولي معكم. بون هنايا بعد ما الكناش تاعنا كنا حطينا في الفريجيدير كيما قلت لكم حوالي 4 سوايع ولا تخليه يبات هذيك الشوكولاتي مع الموسمو، نحيو الطابليه هذاك تلقايها على هذا الشكل هذايا، تعاود تجمد الترابيز، نزيدولها شويه شاتي لبن عليهم، نحكمو نطلعوها بالباتور يعني حتى تولي لنا شونتيي تكون حاكمه روحها باش تقدري تطلي بها الطارطه تاعك. دونك انا حبيت ندير معاكم الحس حتى كي نطلعها نوريكم. بعد ما طلعتها تولي على هذا الشكل هذايا، نعاود ندخلوها للفريجيدير ونخلوها تزيد تحكم روحها من بعد نطلعو بها الطارطه. اذا بالغاناش تاعنا كي ريح في الفريجيدير شوفو كيفاش ولا ما طالع بيان. دونك هنايا نمطي معاكم ولا طارطة، عندي لاباسي هنايا نشربها بيان سور بالسيرو كيما العادة، سكر وما نطيبو على نار هادية يكون خفيف.
اذا التارتة تاعنا راهي واجده معكم اللي كنا درناها بالكالاج. هي حاجه خفيفه وظريفه، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم دعمونا بلي لايك تاعكم بالكومنتاريوس، نتلاقاو في ملتقى جديد ان شاء الله. سلامة.